عن الغارمين والغارمات لتزويج بناتهن. لي علاقة حب وصداقة مع السادة المحافظين، فرحت أزور أحدهم. هو طلب يعني أروح له، فرحت له بصراحة. فقال لي: من شايف أنا طلبك ليه؟ قلت له: خير يا فندم. فقال لي: اتفضل، 17 ملف في الواق لناس غارمات في سجن برج العرب. لا محدش يطلعهم غيرك، ده محافظ يعني نائب فخامة الرئيس، يعني رئيس إقليم. قلت له: حاضر حاضر حاضر. وطلعت من عنده، شكلت لجنة، لجنتين بصراحة. كل لجنة خدت مجموعة، تواصلنا مع الناس اللي زي أستاذ عمال كده، اللي يقدر يعفو، اللي يقدر يسامح، اللي ما يسامحش، كله الحمد لله خلال أسبوع طلعناهم من السجن. أنا مش عايز أقول إن الدولة عاجزة، مش عايز أقول كده، لكن بند كبير حتى على الدولة نفسها. المحافظ عنده صندوق خدمات تحت إيديه فيه كذا مليون يقدر يطلعهم، بس هو بيوفر لبنود تانية كتر خيره، وعنده مية ضربة، وعنده ما عندوش كهرباء، الله يكون في عون الدولة بصراحة. الهم كلهم بيكبر على الدولة، فلكن إحنا لازم نساعد مع الكل. أنا النهاردة أحمد أبو سمرة بيفتح لكم باب أمل تغمسوا فيه معانا، بس باب حلو. أنا بحييه إن هو أتكلم في هذا الموضوع الذي يعني لمسني ولطشني وأتعبني وعذبني سنوات طويلة. بقالنا 25 سنة بنطلع غارمات من السجن، وبنزعل إن هم أصلا دخلوا السجن، إن السجن السيدة كبيرة بإهانة وبهدلة وذل وسوء معاملة، يعني الداخل مش عارف ايه والخارج ايه. مريضة يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكون المشاركة